ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. رسم الحدود. أحمق، حان الوقت كي تعرف أنني السجق الشرير والده. لا لا ليست هنية. لا أصدق هذا، لقد طفح الكيل. دائما ما تأكلاني كل شيء، لن أشارك معكم شيئا. يا له من إزعاج. من اليوم هذه منطقة أوبل وأمنعكما من الاقتراب. حقاً؟ إذن سيحدد جائع منطقته، مكان يحكمه جائع، لن تدخليه. البحث عن الطعام، المحافظة على البيئة، استشعار الخطر، برنامج نجاتي يحقق نجاحاً. سيكون سكان الجرار جاهزين للبرية قبل نهاية العام. كان درويند ليفخر بنا. إنها ليست لك، إنها لي. أنزلا ثلاجتي. هاي، لماذا يجب أن نعيش في مكان صغير كهذا؟ أريد الهدوء. طاب يومكم يا رفاق. ها؟ إلى أين سنذهب؟ ثلاجتي. انتظري، ما الذي سنفعله؟ لقد جن جنونهم. لن نفعل أي شيء مطلقا. هل تتذكر كيف كانت الأمور في البداية؟ المحافظة على البيئة، استشعار الخطر، إذا التزمنا ببرنامج النجاة سيكونون جاهزين خلال شهر. الوسادة، الوسادة وشأنها. حقا، عندما تفكرين في الأمر حياتنا مرتبة. هل تتذكر كيف حللنا المشكلة؟ من سجق أحمق؟ من؟ أنا سجق أحمق. أنا هذا يسمى التلفاز، وهو اسمه سجق أحمق، يذاع طوال اليوم. هذه تفاهات بالنسبة لي. أحب الكوميديا، تدفعك للتفكير. جائع لن يهتم بالوقت، جائع يحب هذا البرنامج. هذه تسمى ثلاجة وتحافظ على الطعام كي تتناوله في أي وقت. ما رأيك؟ مدهش. تعنين أننا سنتركهم يحلون المشكلة بأنفسهم؟ لن نكون معهم في البرية يا فريد. ماذا لو انضموا لقطيع ما أو شاركوا منطقة مع حيوانات أخرى؟ إذن لا مهمة في برنامج النجاة هذا الأسبوع. أعجبني. الآن يا ابتكاري المدهش، عملية فحص أخيرة. لا تتسلل على رجل يمسك مواد مشعة. هذا الشيء مواد مشعة مزود بشحنة طاقة تكفي 35,000 عام. لن أقلق بشأن مصدر طاقة لمتعاقب الجرار بعد اليوم. ساعدني هنا يا تشانغ. بدون ملابس تحميني من الإشعاع؟ لا، فهو مخزن في مكان خاص آمن. أليس هذا برطمان القهوة؟ نعم، قهوة غالية الثمن. وأنت ترتدي ملابس الوقاية من الإشعاع من أجل... أحب الأناقة. أوبل لن تخاطب جائع. إذن كفي عن الكلام. لن أفعل، أصمت أنت. لا أصدق هذا، طفح الكيل. لم أعد أتحملك، سوف أذهب. جائع سيرحل أيضا. يعجبني المكان. إذن لماذا تقفان هكذا؟ تحتاجان مساعدة للخروج من البئر. تعرفان، نعمل جيداً كفريق. إلى اللقاء إلى الأبد. أهلاً يا رفاق، اسمي بركة. لن أثير أي متاعب، سأحدد منطقتي فقط. حسناً. هذا كثير، أنتم محقون، سأجعل المنطقة أصغر. قلعة جميلة، أحتاج خندقا. أطالب بملكية كل ما أراه، بمعنى أطالب بكل شيء. صفحة رقم 62، سنكمل ما بدأناه. كيفية العزف على المثلث. جائع بالأنغام.
أعني أشعر بجوع شديد أصابني بألم في المعدة، هل لي في الإذن للذهاب؟ أرفض إعطائك الإذن. بس صوفي. صوفي، ما الذي يجري هناك؟ ما هي نتيجة التجربة؟ واو، رغوة للنافذة. منذ متى وهو هناك؟ وكيف يخرجون من الكهف؟ ليتني أعرف، إنه جائع، سيكون من السهل. أوبر على السطح، تفرقوا وحددوا مناطقهم. نجحت خطة عدم فعل أي شيء؟ تولى أنت جائع، سأتولى أوبر. إذا لم نعدهما إلى الكهف قبل نهاية الصف سيكونان في ورطة. أستشعر سكان جرار، هيا اذهبوا جميعا، انتهى الدرس. ذكرني، لماذا لا أرتدي ملابس حماية؟ قلت لك أنت في أمان تماماً، ولا يوجد منها في مقاس الأطفال. ها بسرعة، أعتقد أنها من سكان. هذا شيء قوي جداً حتى لا اخترق ملابسك. تشانجا. أوه نعم، بالقوة. شكراً يا تشانج. والآن لنتعقب أثار سكان الجرار. لقد ذهبنا في دائرة كاملة. أوه انظر، خط آخر يقود إلى داخل البستان. حسناً يا رفاق، هذه هي منطقة الجديدة ولن أجعلها أصغر، لن أرضخ لأحد. أوه آسف، سأفسح لكم. جائع، يجب أن تعود معي، البروفيسور سيراك هكذا. لا، جائع لن يعود، جائع ملك بلاد جائع، لديه كل ما يريد. لكن جائع، حذاء التزحلق ممتع جدا. لا، جائع يشاهد السجق الكبير الشهير كي يعرف من سيتم طرده من المنزل. أتمنى أن يكون هذا المزعج، جائع لا يحبه. لست مهتما بفكرة تعيينك المسؤول عن جهاز التحكم في التلفاز للأبد؟ لا، أوبر ملكة هذه المنطقة كما كنت على تلال باتاغونيا. ألست قلقة لبقائك وحدك بشأننا؟ أوبر لا تهتم بأي شخص ولا تحتاج أحداً. الجميع يحتاج. النجدة! صوفي صوفي صوفي، أنا قادمة. لماذا تبتسمين؟ لا تهتمين بأحد. ها؟ أوه كفى يا رفاق، لن أخاطبه قبل أن يعتذر لي. أنا أيضا يجب أن تعتذري. على الأقل ابحث معا عن بركة. كيف أنزلتها من فوق السطح؟ لنقل إنني كدت أموت. وأنت؟ هاي أنا ماهر في التفاوض. حسنا، إما أن بركة في البستان أو أن الأشجار تفرز السوائل. دائرة أخرى. هناك خط آخر هناك وهناك، الدوائر تصغر أكثر، هل سنتعقبها جميعا؟ لا أيها الأحمق، من الواضح أن ساكن الجرار الذي رسمها في منتصف البستان. يجب أن نصل إلى بركة قبل أن يفعله، كيف سنمنعهما؟ هيا يا رفاق، يجب أن نتعاون معا من أجل بركة. لأجل بركة. إننا نقترب يا تشان، وهذا الشيء يخضر أكثر. قلت لك من قبل يا تشانج، أنت في أمان تماماً، ثم إننا سنحصل على ما يكفي من المال لعلاج آثار الإشعاع. آثار الإشعاع؟ هل قلت الآثار؟ أعني الآثار المحتملة. بركة، عليك أن ترحل. مستحيل، هذه منطقتي ولن أرحل من هنا. قد تتحرك إذا سمعت ما يريد جائع قوله. بركة، جائع آسف أنه لم يعطيك نصف الثلاجة. حقاً؟ انتظر لحظة، هل هذه خدعة؟ هل أرسلك البط كي تجعلني أنتقل؟ بركة، عليك أن تسرع، المبتكر قادم لهنا. في هذه الحالة، اقفز. سيدي تشانج، قف عن التصرف كالأطفال. انظر ماذا كنت سأفعل، كنت سأدوس على السائل وأصاب بتشنج آخر. أين فريد وأوبل؟ أوه لا، أوبل لم يتمكن جائع من الاعتذار لها. ذكريني ألا أتناول التفاح. أنتما بخير.
أنتم بخير. هل تعتقد أن هذا سيوقف النزاع على الحدود؟ نعم، إلى أن يكتشف الآخران سلطة جاء على جهاز التحكم في التلفاز. ماذا؟ شكراً يا تشانغ. طابت ليلتك. نحن متأكدان تماماً أنه لا وجود لأثار الإشعاع، صحيح؟ تشانغ، أؤكد لك أنت بخير.